السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا، وهذه عودة إلى برنامجكم ترحيب بعد تغطيتنا الخاصة لبرامج عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير، وحياك الله يا أبو علي. حياك الله يا أبو علي، وعساكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام دوما من العايدين والفائزين. ورحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب، ورحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: تماشياً مع مؤشرات الصحة العامة، الدولة تخفف إجراءات السفر والحجر الصحي. ثلاثة مراحل تدريجية خطة العودة إلى المدارس للعام 2020-2021. أسهم تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 وارتفاع عدد المتعافين وانحسار حالات الوفيات في مراجعة الكثير من الإجراءات الاحترازية. بالفعل، فقد تمت مراجعة السياسات المتعلقة بالسفر التي تم العمل بها اعتبارا من يوم السبت الماضي الموافق 1 أغسطس. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء جائحة كورونا كوفيد-19، وبناء على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، فقد تم مراجعة السياسات المتعلقة بالسفر التي تم العمل بها اعتبارا من يوم السبت الماضي الموافق 1 أغسطس، وذلك بناء على مؤشرات الصحة العامة في دولة قطر وبقية دول العالم. أولاً، تمت مراجعة سياسة الحجر الصحي وتقرر التالي: يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر من الدول منخفضة الخطورة بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع، علماً بأن حالة الشخص في تطبيق احتراز ستكون باللون الأصفر، أي أنه ملزم بالحجر الصحي. وبعد انقضاء الأسبوع، على الشخص أن يتوجه إلى أحد المراكز الصحية المعتمدة للقيام بفحص كورونا كوفيد-19 مرة أخرى، فإذا كانت الحالة إيجابية يتم نقل الشخص إلى العزل، وإذا كانت سلبية فإن فترة الحجر تنتهي بانتهاء الأسبوع وتتغير حالة الشخص في تطبيق احتراز إلى اللون الأخضر. وفي حالة وجود مراكز فحص كوفيد-19 معتمدة في إحدى هذه الدول، فإن الحصول على شهادة خلو من الفيروس من أحد هذه المراكز سيعفي الشخص من الفحص في المطار عند وصوله إلى البلاد، وذلك شريطة ألا يتجاوز تاريخ الحصول على الشهادة 48 ساعة قبل السفر. يلزم جميع القادمين من الدول التي لم يرد ذكرها في قائمة الدول منخفضة الخطورة والتي تم اعتماد مراكز فحص كوفيد-19 فيها بالفحص والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن 48 ساعة. كما يلتزم القادمون بالحجر المنزلي لمدة أسبوع فور وصولهم إلى الدوحة، مع اتباع سياسة وشروط القادمين من الدول منخفضة الخطورة المشار إليها. سيخضع القادمون من بقية الدول التي لم يرد ذكرها في قائمة الدول منخفضة الخطورة والتي لم تعتمد فيها مراكز لفحص كوفيد-19 لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لإكتشف قطر قبل الوصول إلى دولة قطر. وبعد مرور أسبوع من تاريخ بداية الحجر الفندقي، سيكون خروج الأشخاص مرتبطاً بإجراء فحص كوفيد-19، فإذا كانت الحالة إيجابية يتم نقل الشخص إلى العزل، وإذا كانت سلبية فيتعهد الشخص بالحجر المنزلي لمدة أسبوع آخر، وتكون حالة تطبيق احتراز هي اللون الأصفر وتتغير إلى الأخضر بعد مرور أسبوع بالحجر المنزلي. ثانياً، المواطنون والمواطنات القطريون وزوجاتهم وأزواجهم وأبنائهم وأصحاب الإقامة الدائمة يمكنهم السفر خارج الدولة والعودة في أي وقت، مع الالتزام بجميع الإجراءات المذكورة آنفاً وبحسب الدولة القادمين منها.
يستثنى من تحمل تكلفة الحجر الفندقي المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج على نفقة الدولة ومرافقوهم المسجلون والموظفون المبتعثون لمهمات العمل، حيث ستتكفل الجهة المرسلة بتكاليف الحجر الفندقي، وذلك في حال انطبقت على الشخص شروط الحجر الفندقي كما هو موضح في البيان. ثالثاً، المقيمون سيسمح لهم بالعودة لدولة قطر اعتباراً من الأول من أغسطس من عام 2020، حيث ستنظم آلية الدخول للمقيمين بناء على سلسلة من الأولويات، ومنها مؤشرات الصحة العامة وطبيعة الاحتياجات في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة والحالات الإنسانية، وذلك من خلال تقديم طلبات تصاريح العودة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة قطر بناء على الأولويات سالفة الذكر. يتحمل صاحب العمل تكاليف الحجر للمقيمين من أصحاب اللياقة الزرقاء في القطاع الخاص والعمالة المنزلية في المرافق المخصصة للحجر الصحي بتكلفة رمزية بعد الحصول على تصريح الدخول. رابعاً، الفئات المستحقة للحجر المنزلي. حددت وزارة الصحة العامة الفئات المستحقة التالية للحجر المنزلي لمدة أسبوع بغض النظر عن الوجهة التي قدموا منها: من تجاوزت أعمارهم 55 عاماً، الأشخاص الذين أجروا عملية زراعة الأعضاء أو النخاع الشوكي، الأشخاص الذين يتلقون علاجات مثبطة للمناعة، الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، الأشخاص الذين يعانون من الربو من الدرجة المتوسطة والشديدة، الأشخاص الذين يتلقون العلاج من السرطان، النساء الحوامل، الأمهات الحاضنات للأطفال حتى عمر 5 سنوات، الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الكبد، الأشخاص الذين بترت أطرافهم السفلية، أصحاب الإعاقة الذين يتطلبون مساعدة لممارسة نشاطاتهم، الأطفال أصحاب الإعاقة وأمهاتهم، الأشخاص المرضى بالصرع ويتلقون العلاج، الأشخاص الذين يعانون من داء القدم السكرية، الأشخاص الذين توفي أحد أقاربهم من الدرجة الأولى خلال 10 أيام التي سبقت موعد الوصول، الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية ويتلقون العلاج، والأشخاص الذين يعانون من رهاب الاحتجاز، مرضى السكري الذين يتلقون العلاج، مرضى ارتفاع ضغط الدم. ويتوجب على العاملين في القطاعات المختلفة التنسيق مع جهات عملهم حول تواريخ السفر والعودة، وعلى الأسر والطواقم التعليمية أخذ فترة الحجر في الحسبان عند التخطيط للعودة لدولة قطر، وذلك تفادياً للتغيب عن الدراسة خلال فترة الحجر الإلزامي، سواء كان ذلك في المرافق المخصصة أو في المنزل. كما وجب التنويه بأن عملية إصدار تصاريح العودة بالنسبة للمقيمين ستكون عبر الموقع الإلكتروني لبوابة قطر حتى تنتهي الحاجة لتنظيم عملية الدخول بناء على مؤشرات الصحة العامة ذات الصلة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير. والعزل المنزلي أو الحجر الصحي المنزلي له متطلبات وشروط خاصة به واتباع قواعد تعتبر جزء من مسؤولية الفرد لحماية نفسه وعائلته وأصدقائه والمجتمع ككل. بالفعل يا سعود، والحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع المهم يسرنا أن نرحب بالدكتور ناصر علي الأنصاري، استشاري الميكروبات ومكافحة العدوى في مؤسسة حمد الطبية. مرحبا بك دكتور، نورتنا بالاستديو. الله يحييك دكتور ناصر. يعني هل ممكن انك تشرح لنا الوضع حاليا مقارنه ببدايه هذه الجائحه؟ نعم، في البدايه مثل ما تعرفون الجائحه كورونا هذه جديده، عشان كذي يسمون كورونا 2 المستجد، فما كان عندنا معلومات كافيه، ما كنا نعرف عنها، فكنا نقارن بالكورونا الثانيين، سارز الاول ومتلازمة الشرق الأوسط
وهذه صح وقتها، لكن المعلومات مختلفة، يعني مهما كان هو فيروس مختلف وانتشاره سريع مختلف عن الثانيين. الحين الحمد لله صار طبعا في العالم كله تجارب كثيرة وأبحاث ودراسات عن المرض، مرض كوفيد 19، ونشرت هذه في مجلات علمية، وحتى في كثير من الأحيان ينشرونها قبل النشر في المجلة نفسها، نسمونها بريبرنت. فصار عندنا معلومات أكثر، هذه بداية. من هذه المعلومات صار عندنا أدوية مختلفة تفيد للكوفيد، وقمنا نغير في المراحل هذه شنو المراحل وشنو اللي يستفيد منها. مثلا ستيرويدات معينة تفيد حق اللي عندهم على جهاز تنفسي وكذا. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث وهي شيء بعد مهم، هم الأطباء عندنا والممرضين صاروا متعودين على الكوفيد، ويعني راحت عندهم الرهبة والخوف، وصار عندهم شيء عادي في التعامل معه، وصار عندهم خبرة فيها. والشيء الأهم بالنسبة لنا، لأن احنا دولة صغيرة والحمد لله، يعني دولة صغيرة ولكن الأعداد كثيرة اللي حاشهم اللي صاروا مصابين، هذول كلهم عندهم الحين مناعة، ولذلك هم مثل الدروع. ولذلك أنا أعتقد في قطر يعني يمكن حتى يعني ما نحتاج للقاح لهالدرجة، بعد سنة بيكون عندنا أعداد ضخمة من ناحية هذول كلهم حاشهم الفيروس من قبل، فصار عندهم مناعة. في ناس يقولون والله المناعة ما تكفي لمدة يعني مثلا 6 شهور، ناس يقولون وسنة، لكن الفيروس لما يحوشهم مرة ثانية لأنه موجودة يصير عندهم المناعة مضاعفة، زيد عندهم الأنتيباديز أو المضادات اللي في الجسم، فالمناعة تصير عندهم أقوى. وطبعا بعد من الأشياء التغييرات، أنتم شايفين نفسكم الناس عندهم وعي أكثر، الأشياء اللي كنا إحنا اختفت من السوق، تتذكر في البداية مثلا مطهرات الأيدي وهاي صارت موجودة بكل مكان، سوبر ماركت، محطات البترول، كل مكان، كميات كبيرة الحمد لله. وإحنا بعد يعني عندنا لجنة يعني التجهيز هالأشياء في المستشفيات، هذا عندنا إحنا عندنا خبرة كبيرة، وعندنا يعني طاقة كبيرة الحين لأسرة أجهزة تنفس، فصار تغيير كبير من بداية الجائحة إلى الحين. الحين استعداداتنا وايد أقوى الحمد لله. الحمد لله. طبعاً دكتور، يعني إحنا إذا بنتكلم يعني منذ ظهور فيروس كورونا كوفيد 19 إلى يومنا هذا، شفنا التكاتف والتعاون سواء من وزارة الصحة، مؤسسة حمد، أو حتى المواطنين والمقيمين، كانوا كلهم متكاتفين أنهم يطبقون هذه الإجراءات الاحترازية، والحمد لله خلينا نقول الإعداد قامت غل، الوعي زاد. نعم. وخاصة يعني نقول اللي في مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة عرفوا خلاص شلون يتعاملون مع المصاب أو حتى مع المخالط نفسه. نبي نتكلم دكتور عن العزل المنزلي، نبي نتكلم عن فوائد العزل المنزلي وشروط العزل المنزلي خاصة في أيامنا هذه، وخاصة خلينا نقول المجتمع خلينا نقول ارتاح شوي وحس بالطمأنينة. نعم. وقام شوي شوي خلينا نقول نكون واقعيين ينسى شوي العزل المنزلي أو حتى الحجر. نعم. الصحي. احنا العزل المنزلي طبعا احنا في هالمرحلة اللي في ناس بدأت تسافر. نعم. ولما يجون من السفر فهني هاي فترة العزل المنزلي اللي نتكلم عنه. يعتمد على البيت، إذا كانوا الأشخاص كلهم مع بعض ما عندنا مشكلة كبيرة، هي النظافة العادية. نعم. تكون ويكونون بالعزل، ولكن أحياناً وهذا تكون قليلة، مثلاً الناس اللي جايين من السفر غير عن الناس اللي كانوا في البيت. صحيح. في بعض مهني لازم نهتم بالعزل المنزلي أكثر. فشنو فوائده؟ هي أنت يعني مثل ما تعرفون الكوفيد 19 في كثير من الناس ما تطلع عندهم الأعراض. نعم. وهذا يعتمد على الشخص نفسه، يعني الشباب مثلا ما عندهم أعراض حتى ممكن يكون الفترة كلها. كمثال يعني هم سووا تجارب على مثلا السجون، صاروا في أمريكا مثلا أكثر من 3000 سجين كان عندهم كوفيد بوزيتيف إيجابي، ولكن 96% منهم ما عندهم أي أعراض لأنهم شباب وايد، بينما بالكبار في السن يمكن 6% بس اللي ما تطلع عندهم أعراض، الباقيين كلها يطلعون. فعلى حسب الشخص وهو، فإحنا ما ندري اللي يجي من برا شنو عنده أو ما عنده، عشان كذي لازم يكون عنده في حجر. فهذه فترة الملاحظة خلنا نقول 14 يوم. فائدتها طبعا لأن تحمي المجتمع. صح. أنت ما تبي ناس يجون عندهم المرض وما تدري وينشرونه.
طريقتها سهلة، يعني هي التعامل إنه مثل ما نقول التباعد الاجتماعي حتى لو في البيت. طبعا في البيت لازم يكون عنده غرفة، الأفضل يكون عنده غرفة بروحها، وأنتم بكرامة حمامة بعد بروحها، وهو يهتم إنه دائما يبتعد عن الباقين على الأقل مترين، ويلبس الكمام، غسيل الإيد المستمر، قفازات إذا يحتاج ينظف الأسطح وكذا، وكحول الإيد أو المطهرات. فأمورها بسيطة يعني سهلة، ويكون عنده زبالة مغطية فيها بلاستيك، أمورها بسيطة يعني. المهم أهم شيء طبعا أنه ما يطلع، صحيح، ولا أنه يجونا زوار، وأنه يصير التعامل كله بالتلفونات والتباعد الاجتماعي. يعني في أنا قريت يعني قبل يعني يومين أن في بعض التقارير تكلمت أن التباعد الاجتماعي قلص نسبة الإصابات بفيروس كورونا لأكثر من 65%، يعني وهذا شيء مهم طبعاً. للناس مثلا طبقوا التباعد الاجتماعي والعزل بنفس الوقت دكتور. نعم. هو بعدين حتى بعد العزل إذا طلع، يعني هو المفروض، والناس أغلب الناس عرفوا شيء، يصير عندهم نوع من تقييم للمخاطر. يعني هو يكون عارف شنو الأشياء الخطرة ويبتعد عنها. يعني مثلا الزحمة، يبتعد عن الزحمة، يبتعد عن الأماكن المغلقة اللي في يسمونها تهوية ضعيفة يعني، ويلبس الكمام، ويتباعد الشخصي خلينا نقول أكثر، على الأقل متر ونص، مترين الأفضل يعني. نعم. بس إذا الكل لابس كمام ما عندهم مشكلة، لأن خلاص نسبة الانتشار بتكون قليلة جدا، ما فيها يعني فيها حماية قوية يعني. نعم. دكتور يعني الحين في هذه الفترة منذ الأول من أغسطس يعني الحكومة يعني سمحت بدخول بعض الناس طبعا بحسب تصنيفات معينة، فئة أقل خطورة أو الناس اللي عندهم مراكز معتمدة في هذه البلدان وأيضا البلدان الأخرى. لاحظنا في الموجود في بعض الشروط أو بعض البنود في هذه في هذا البيان لمكتب الاتصال الحكومي أيضا لجنة الأزمات، هل فترة العزل أصبحت الآن أسبوع؟ يعني لما الواحد مثلا يفحص، حتى لو فحص مثلا وكانت نتيجته سلبيه، يكون مثلا فتره العزل المنزلي فتره اسبوع، هل برايك ان هذه الفتره الاسبوع كافيه؟ ولماذا مثلا كانت من الاول يعني كان فتره اسبوعين 14 يوم والان اصبحت مثلا 7 ايام؟ نعم، هي عموما الى الان 14 يوم اسبوعين، لكن الاسبوع هي للدول اللي فيها مخاطر قليله، وهم من 40 دوله حاليا، وطبعا يتغير هاي لازم. الفكرة إن ليش صار أسبوع؟ لأن إحنا صرنا نفحص مرتين، قبل ما كان كل الدول عندهم 14 يوم من الجي، خلاص 14 يوم بدون أي فحص. صحيح. الحين نفحص مرتين، فحص الأولي أول ما يوصل، أو مثلا في تركيا بدون مراكز 48 ساعة مثل ما تقريركم قال، والفحص الثاني يوم سادس. يوم السادس هاي بيكون، لأن أغلب الناس إذا عندهم فيروسات أو أعراض تبدأ تطلع عندهم من يوم خامس، فيوم السادس أكيد بيطلع عندهم لا سمح الله إذا صار يعني عنده إيجابي، بيبين ذيك الساعة يتحول من شخص في تحت حجر إلى مريض. نعم. فهني يتعاين من الجهات المختصة إنه هل يحتاج لعزل يعني في سكن إذا ما عنده أعراض، إذا هو أعراضه بسيطة، أو إذا يحتاج يعني بعد ما يأخذون يعني أشعة وفحص دم وكذا يحتاج إلى دخول المستشفى. فعشان كذا إحنا تغير الموضوع، لأن إحنا صار عندنا فحوصات كثيرة ما شاء الله، فنقدر نفحصهم بكثرة مهما كان. يعني أعداد الفحوصات اللي نقدر إحنا نوصلها يعني تقريبا 20,000 في اليوم، وبنوصل لـ 30,000 ما شاء الله كقدرة في اليوم، كقدرة في اليوم الواحد. نعم. فالحمد لله، وعندنا حتى أنواع ثانية من الفحوصات اللي هي فحوصات الدم اللي تقدر تشوف مناعة الشخص، وهذا بتفيد وايد خاصة لما يطلع اللقاح. يعني احنا إذا فحصنا الواحد عنده الانتيباديز حتى لو ما كان يدري، صحيح، بس يقول خلاص أنت ما عندك مشكلة. وإحنا لاحظناهم يعني في أغلب الناس سعود وأيضا دكتور أنه كانوا مصابين لكن ما في أي أعراض ولا كان فيهم أي شيء، خاصة فئة الأطفال، فئة الشباب، الحريم عموما النساء يصير لهم يعني أقل مشاكل من الرجال. يعني دكتور أنت ذكرت طبعا من خلال حديثك أنه وصلتوا إلى 20,000، إن شاء الله عندكم القدرة أنكم توصلون إلى 30,000 فحص خلينا نقول في اليوم. هل في اليوم؟ نعم. نعم. دكتور هل ممكن أن نشوف يعني في الفترة المقبلة فحوصات عشوائية على مستوى أكبر خلينا نقول للمواطنين والمقيمين في دولة قطر؟ هم حاليا أصلا قاعدين يسوون، يعني الوزارة يعني عندهم الفحوصات، عندنا أنواع. نعم. في أنواع طبعا الناس اللي شاكين فيهم عندهم أعراض،
المخالطين لهم، هاي شيء طبيعي وموجود. نعم. ولكن الحين حتى ياخذون اقسام يعني مثلا جنسيات. نعم. خلينا نقول ويفحصونهم الفحص العشوائي وصايره، وياخذون من هاي النسب. عشان كذي احنا حسبنا ان الاعداد اللي بتطلع لنا كاستمت اعداد رهيبه. صحيح. وهذا شيء زين بالنسبه لعدد السكان، يعني كانهم اخذوا تطعيم. صحيح. فهاي ان شاء الله كلهم بيكون عندهم مناعه، ومعناته انه يصير دروع لنا. نعم. بالنسبه للقطريين هم اقل ناس اللي حاشم، يعني اللي صابه تقريبا 7%. نعم. دكتور، يعني يمكن احنا في ختام هذا اللقاء يعني نبغي نصيحه خاصه في هذه المرحله، يعني هذه مرحله مهمه، احنا في المرحله الثالثه باذن الله ان شاء الله في الاول من سبتمبر او حتى طبعا قبل او بعد على حسب راي اللجنه والجهات المختصه. نصيحه بالنسبه لكل المواطنين والمقيمين للالتزام وايضا الاجراءات الاحترازيه في خاصه في هذه المرحله، يعني شفنا مطاعم مثلا بطلت الدورة الحياتية الاعتيادية، يعني رجعت شوي في الدوحة. هو نصيحتي طبعا اعتماد يعني المعلومات او اخذها من جهات المعترف فيها المعتمدة مثل وزارة الصحة، الابتعاد شوية عن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وكلام الخرابيط وايد، يعني تعرف يحطونه واشياء يعني تشكك في المواضيع ونظريات والآخرة، ابتعاد عن هالاشياء. ما شاء الله يعني أنا أشوف الشعب يعني عنده وعي كبير صراحة، يعني أنا أقول صاروا نص دكتور بالنسبة للكوفيد، يعرفون أشياء كثيرة صححون لنا إذا قلنا لهم شيء تكون صحيحة. لا لا أغلبها والله صراحة صحيحة، ويعني أنا ما أعجب فيهم، لكن الأمور الأشياء الأساسية هي كلهم يعرفونها، اللي هو لبس الكمام، التباعد الجسدي خلينا نقول أقل شيء مترين، يعني غسيل الايد سواء، ويشيلون معاهم مطهر دائما يكون في ايدهم يكون اسهل يعني. فامورهم طيبه ان شاء الله، وانا اعتقد ما عندنا مشكله كبيره، بس انه يبتعدون عن خلينا نقول الوسائل اللي مش معتمده. نعم. وكلام وايد يخربطون. صحيح. يعني في الاهم الابتعاد عن امور الواتساب. اي نعم. شكرا لك طبعا مشاهدينا، كل الشكر للدكتور ناصر علي الانصاري استشاري الميكروبات ومكافحه العدوى مؤسسه حمى الطبيه، يعطيك العافيه. كل الشكر على تواجدك. جزاكم الله خير، شكرا على الاستضافه. الله يحييك. طبعا مشاهدينا الكرام، المزيد من الاجراءات الاحترازيه نتعرف عليها ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. الدخول المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020-2021 سيكون في موعده المعتاد، ولكن ضمن خطة التحاق احترازية ستتم على 3 مراحل. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي عن خطة العودة التدريجية للمدارس القطرية، وقالت الوزارة إن عودة المدارس للعام الدراسي المقبل 2020-2021 بجميع مدارس قطر الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ستكون على 3 مراحل، وجاء برنامج حضور الطلبة كالتالي: يلتحق 30% من الطلاب في الفترة ما بين 1-3 من سبتمبر، و50% من الطلاب في الفترة ما بين 6-17 من سبتمبر، وتصل نسبة 100% من الطلاب في 20 من سبتمبر. وذكرت أنه يمكن للمدارس تنظيم حضور الطلبة بالطريقة التي تراها مناسبة بحسب عدد الطلاب، بحيث لا تزيد نسبة الحضور عن 1/3 في اليوم الواحد. ومن بين الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة التعليم والتعليم العالي حرصاً منها على سلامة الطلاب، أن يكون 50% من الطلاب يمكنهم الالتحاق بالأقسام في الأسبوع الأول، بينما الباقي من الطلبة يدرسون عن بعد.
وقالت الوزارة يداوم نصف الطلبة 50% في المدرسة خلال الأسبوع الأول، ويواصلون الدراسة عن بعد خلال الأسبوع الثاني، ويتلقى النصف الثاني من الطلبة تعليمه عن بعد في الأسبوع الأول ويداومون في المدرسة خلال الأسبوع الثاني. غير أنها حددت نسبة الحضور الإلزامي لطلبة الصف الثاني عشر ب 66% نظراً لأهمية السنة الدراسية بالنسبة لهؤلاء الطلبة، كما أكدت على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب. هي إجراءات بلا شك لمصلحة وصحة عيالنا، الله يرفع عنا وعن الناس أجمعين هذا الوباء والبلاء إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى موضوع آخر بهدف دعم مهارات ومواهب المكفوفين وضعاف البصر، تتواصل فعاليات النشاط الصيفي للعام 2020 بمركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين. للمزيد مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا السيد فيصل الكوهجي، رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين. مرحبا ومسهلا فيك، كل عام أنت بخير أخوي فيصل. مساك الله بالخير أخوي سعود، كل عام أنت بخير، عليك وعلى أخوي عبد الرحمن وعلى جميع متابعين قناة الريان. وأنت بخير الله حيك. طبعا في البداية نبي نشرح للمشاهدين أكثر طبيعة الأنشطة والبرامج الصيفية لمركز قطر الاجتماعي والثقافي. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن هذه السنة يعني تكملة لما عرضته في التقرير حول الإجراءات الاحترازية لوزارة التعليم، ممكن كذلك جميع المؤسسات في الدولة هذه السنة يعني انتهجت نهج آخر في عملية الفعاليات والبرامج اللي تقدمها، فتم التركيز على تقديم الفعاليات والبرامج عن بعد من خلال استخدام المنصات الإلكترونية. وبالنسبة لنا في مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين انتهجنا هذا النهج بداية من شهر أبريل، وانطلقت عندنا فعاليات نشاط الصيفي بداية من شهر يونيو وتحديدا بعد عيد الفطر المبارك، وكذا سوف ينتهي النشاط الصيفي بإذن الله في تاريخ 26/8 أو 27/8 في أواخر شهر أغسطس بإذن الله. بإذن الله. فيصل، يعني خلال هذه الفترة يعني من يوم جاءت الجائحة تغير كل شيء طبعا في الحياة وفي العمل في كل مكان، يعني شلون كان الإقبال في الأنشطة الصيفية وجود هذه الجائحة؟ هل كان مثلا عن بعد؟ هل في طريقة معينة استمرت فيها في الأنشطة الصيفية؟ طبعا حتى النهج اللي تبنيناه في عملية تنظيم الأنشطة اختلف. احنا اعتدنا في السنوات الماضية ان فعالية الصيف او فعاليات النشاط الصيفي دائما تكون فعاليات حركية وخارجية تعتمد على التعاون والاختلاط مع الجهات الأخرى، يمكن هذه السنة الوضع اختلف، فعلا فعاليات عن بعد. عملية الإقبال كان إقبال جيد جدا، وما ميز فعاليات المركز هذه السنة، ممكن خلينا نقول رب ضارة النافع، باتت فعاليات المركز لا تستهدف فقط المكفوفين داخل دولة قطر، ولكن تستهدف كل كفيف ناطق باللغة العربية سواء في الوطن العربي أو حتى في المهجر، فبالتالي كان في تفاعل جيد جدا، ويختلف بحسب طبيعة الفعاليات. يعني حاولنا احنا ان يكون في تنوع من الفعاليات، هناك فعاليات ذات طابع ثقافي، فعاليات ذات طابع تنافسي، كذلك فعاليات ذات طابع مرتبط بالصحة النفسية وبالتوعية بالجائحة. نعم اخوي فيصل، طبعا مثل ما ذكرت من كلامك ان هذه الأنشطة والفعاليات لاقت اقبال اكبر، خاصة خلينا نقول بعد جائحة كورونا، ولكل المكفوفين الناطقين باللغة العربية. نبي نتكلم عن هذه الفعاليات وهذه الأنشطة، حق من موجهة؟ هل هي للجنسين ولأي فئة عمرية؟ هل هي لجميع الفئات العمرية؟ بداية كمركز احنا نستهدف تقديم أنشطتنا لفئتين رئيسيتين، المجتمع بشكل عام وللأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية من مختلف الفئات العمرية من كلا الجنسين. فعاليات المركز اللي تنظم عن بعد تستهدف الجميع، هناك فعاليات كانت مخصصة فقط للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، مثل الفعاليات التقنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، كان هناك على سبيل المثال ورشة في حول أفضل ممارسات في التسوق الإلكتروني للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية كانت مخصصة، وهناك فعاليات موجهة للمجتمع ككل وليست مرتبطة مثلا بفئة المكفوفين أو كذا. هذا كذلك يأتي تماشيا مع هدف المركز في عملية تحقيق الدمج الاجتماعي بين منتسبيه وبين الأشخاص من غير ذوي الإعاقة البصرية. جميل. فيصل، لو نروح لموضوع الأنشطة الصيفية، على إيش تركز؟ يعني هل في مثلا برامج معينة، دورات معينة، ورش معينة في هذه الأنشطة؟
حاولنا ان تكون الانشطه منوعه وتستهدف يعني معظم الفئات العمريه من منتسبي ومنتسبات المركز. على سبيل المثال كان هناك خلال شهر يوليو دوري مركز المكفوفين الثقافي، وكان هو عباره عن مسابقات اقيمت على مدى ستة ايام مختلفه طوال الشهر بمشاركه اكثر من 25 منتسبه ومنتسبه من المركز من الاعمار تتحدث من العشر سنوات الى قرابه الستين عام. فاحنا نتكلم عن فئات عمرية كثيرة. نعم. هذه كانت مثلا أحد الأنشطة. كذلك خلال شهر أغسطس يعني بعد إجازة العيد مباشرة سوف ينطلق عندنا نادي القراءة للمكفوفين، وهو يستهدف كذلك فئات مختلفة لمناقشة كتب أو الاستماع إلى كتب معينة. غير ذلك كان هناك المحاضرات والورش التوعوية والتثقيفية في مجال الكوفيد 19. على سبيل المثال تم استضافة الدكتورة بتول خليفة الأستاذ المشارك في جامعة قطر في مجال الصحة النفسية الحديث حول أبرز الإشكاليات. كذلك كان هناك ورشتين في هذا الجانب، واحدة متعلقة بالعلاج الطبيعي والحركة، لا سيما بأن المكفوفين ممكن حركتهم أقل من الآخرين، الأستاذة رشا الزمان. كذلك كان هناك ورشة حول التغذية أو مثلث النجاح المرتبط بالتغذية والصحة والرياضة، هذه يمكن كانت متعلقة بالكوفيد، إضافة إلى ورش في التنمية البشرية. كان عندنا ورشة حول الشباب وتعزيز الهوية الوطنية يعني للمدرب محمد شاهين، وهو أحد المدربين المعتمدين من وزارة الثقافة والرياضة. وتستمر كذلك فعالياتنا في مجال تعزيز الهوية الوطنية في ورشة حول التخطيط الاستراتيجي وتعزيز الهوية الوطنية للدكتورة بثينة الأنصاري. وكذلك هناك ورش تقنية كانت أو فعاليات تقنية يمكن مرتبطة، يمكن ذكرت التسوق الإلكتروني، ذكرت استعراض أحد الأجهزة الخاصة بالمكفوفين وهو هاتف ذكي وغيرها من الفعاليات. إذن النشاط بشكل عام وبمجمله منوع، يستهدف جميع الفئات العمرية ويستهدف المهتمين في شتى المجالات. باقة جميلة طبعا، مكونة من الأنشطة والفعاليات والورش بمختلف تخصصاتها. أخوي فيصل، أبى أتكلم شوي عن الخبرات اللي يكتسبها المشارك من خلال الأنشطة. هل تركزون على خبرات معينة أو من خلال التخصص نفسه، من خلال النشاط نفسه؟ تكلمنا شوي وتشرح للمشاهدين أكثر. هو طبيعة المركز كمركز اجتماعي ثقافي يسعى إلى تنمية مهارات الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية في مجالات مختلفة. على سبيل المثال على المجال الاجتماعي، إحنا دائما نحاول نشجع المنتسبين على عملية الدمج الاجتماعي وعدم التقوقع ممكن ضمن فئة المكفوفين فقط. فمن عدة مراحل ممكن البعض يبدأ يشارك معنا في الفعاليات الداخلية ويتدرج شوي شوي لحد ما يظهر ويمثل المركز حتى في فعاليات أخرى. كذلك هناك الأنشطة اللي تستهدف ممكن الأشخاص المهتمين بالتقنية، والتقنية أو التكنولوجيا المساعدة دور كبير في حياة المكفوفين في الجانب العملي والجانب العلمي. فمن خلال الفعاليات اللي ينظمها المركز ممكن يحاول أن يسعى بشتى الوسائل المتاحة أن يكيف ويطوع هذه التكنولوجيا المساعدة بحيث أن يستفيد منها العضو الاستفادة القصوى في مجاله العملي أو العلمي. وهناك أنشطة يعني تهدف إلى رفع المستوى الثقافي للمكفوفين، فهذه ممكن نتحدث فيها عن الثقافة العامة مثل مناقشة الكتب، الحلقات النقاشية في مجالات معينة، الصالونات الثقافية. وهناك كذلك فعاليات نسعى من خلالها لمعالجة بعض القضايا الاجتماعية اللي تمس المجتمع بشكل عام أو المكفوفين بشكل خاص، فنحاول نجد حلول وننسق مع مختلف الجهات في الدولة ونوجه المكفوفين لهم أو منتسبي المركز في حالة حاجتهم إلى تلك المؤسسات. جميل. فيصل، أنتم شاركتوا في مبادرة الكتابة لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني لو تكلمنا عن هذه المبادرة، تكلمنا عن هذا الجانب. هذه المبادرة هي إحدى المبادرات اللي تبناها الملتقى القطري للمؤلفين تحت إشراف الأستاذة مريم ياسين الحمادي مديرة الملتقى، وبإدارة مباشرة من عضو المركز الكاتب مختار خواجة عضو مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين. حب من خلالها أن يسلط الضوء على بعض الإشكاليات اللي تواجه قراءة ذوي الإعاقة البصرية، أو كيف ممكن ذوي الإعاقة البصرية يتعاملون مع القراءة. يعني خلينا نقول لا سيما بأن نسبة الكتب أو المحتوى الرقمي المتاح للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية يعني حتى في الدول المتقدمة لا يتجاوز 7%. إذا نحن نتكلم عن وجود هناك يعني خلل في أو مشكلة للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى الكتب. حب الأستاذ مختار أن يسلط الضوء على هذه الإشكاليات ويسلط الضوء على بعض الكتاب من الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية. ممكن كانت الانطلاقة مع الأستاذ حسين خليل وهو أحد الكتاب
في صحيفة العرب سابقا، وهو كذلك أحد أعضاء المركز ورئيس مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية، الحديث عن تجربته ربما في مجال كتابة ذوي الإعاقة. وكذلك كان هناك حلقة ثانية حول دور مراكز ذوي الإعاقة في تعزيز الحراك الثقافي للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وهذه يمكن تحدث فيها عن دور المركز وإسهامات المؤسسات الأخرى. وأتوقع أنه راح يكون للأخ مختار كذلك كمشرف على المبادرة حلقات قادمة مع مجموعة من الكتاب والكاتبات، يعني الشباب الصاعدين من ذوي الإعاقة البصرية. نعم أخي فيصل، طبعا من خلال حديثك ذكرت إسهامات المؤسسات، أتكلم عن دور أو أهمية دور المؤسسات طبعا في الدولة في تثقيف ومشاركة المكفوفين. جميع المؤسسات مسؤولة في تخصصها ومجالها في عملية دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص. خلينا نقول أعتقد كثير مؤسسات إذا نتكلم عن الجانب الثقافي لها دور في هذا الجانب. نعم. منها مكتبة قطر الوطنية واللي ممكن بذلت جهد جيد إلى الآن وخطوات ممتازة في عملية توفير المحتوى الرقمي للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وفقا للإمكانيات المتاحة، وكذلك العديد من مؤسسات الدولة المختلفة. إحنا كذلك يعني سياستنا في المركز دائما نحن نسعى إلى إبراز الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، ولكن كذلك نسعى إلى توجيههم إلى المؤسسات الأكثر تخصصا. يعني إن كان هناك على سبيل المثال شخص من ذوي الإعاقة البصرية مبدع في مجال الرياضة، نوجهه للمؤسسات الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة ذوي الإعاقة. نعم. اتحاد القطر الرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك المبدع في مجال على سبيل المثال تلاوة القرآن والقراءة، نوجهه إلى الجهات المختصة. الشعر إلى مركز الشعر، والمسرح إلى المسرح، والموسيقى الموسيقى ممتاز. وهكذا. ممتاز، الله يوفقكم إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام كل الشكر للسيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز غطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، يعطيك العافية وكل الشكر على تواجدك معنا. شكرا جزيلا. الله يحييك. مشاهدينا الكرام نذهب وياكم إلى فاصل قصير ونتابع ما تبقى من فقرات برنامج تراحيب. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وفي هذه الفقرة فقرة الأخبار المنوعة من العالم. ايش عندنا اخوي عبد الرحمن؟ الأضاحي في بنغلاديش مشاهدينا الكرام تم اختيارها وطلبها عبر التطبيقات. نعم، هذا بعض ما فرضه وباء كورونا من إجراءات احترازية في العالم أجمع. نتابع. التكنولوجيا تدخل إلى حظائر المواشي في بنغلاديش، حيث باتت الوسيلة الوحيدة للمربين لتسويق مواشيهم خلال عيد الأضحى المبارك، بعد أن حالت المخاوف من انتشار وباء كورونا دون وصول الزبائن الذين اعتادوا الإقبال بكثرة على شراء المواشي في هذه المناسبة. ولأنها فرصة لا تعوض، يصر المربون على أن تصل مواشيهم إلى بيوت زبائنهم قبل العيد حتى ولو افتراضياً عبر الإنترنت، لعلهم يقتنعون بشرائها عن بعد ليتم توصيلها لاحقاً إلى المنازل. وتحتاج عملية التسويق والإقناع عبر الإنترنت إلى مجهود خاص وخبرة في التصوير والعرض على الشبكة. ويعلق هؤلاء المربون آمالهم على فرصة العيد لبيع هذه المواشي حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات العيد ويجلبوا الفرحة لعائلاتهم. أيضا في فترة الصيف مشاهدينا الكرام من كل سنة تهاجر الحيوانات البرية في أفريقيا من مكان إقامتها المعتاد إلى مناطق أكثر وفرة في الطعام والمياه، لكن رحلة الهجرة هذه لا تخلو من المخاطر التي قد تؤدي بحياة أعداد كبيرة من هذه الحيوانات. متابع.
إنه موسم الهجرة الكبرى، حيث تعبر مئات الآلاف من الحيوانات البرية سنوياً نهر مارا على الحدود التنزانية الكينية، قادمة من محمية سيرنجيتي في تنزانيا باتجاه السهول الخصبة في محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا. الهجرة التي تعد الأكبر من نوعها للحيوانات البرية في العالم تجتذب سنوياً ملايين السياح إلى هذه المناطق للاستمتاع بمشاهدة هذا الحدث البيئي الكبير، ولكن الحيوانات هذا العام تمر في هدوء لا تعكر صفوه إلا بضع سيارات تحمل عدداً محدوداً من السياح بعد أن حالت إجراءات الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا دون وصول الأعداد الكبيرة التي اعتادت التواجد هنا في مثل هذا الوقت من العام. وتعد مرحلة عبور النهر أهم محطة في هذه الرحلة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من الحيوانات استعداداً لمواجهة مخاطر العبور التي تتسبب في مقتل الآلاف منها سنوياً جراء حوادث الغرق والدهس، إلى جانب خطر الحيوانات المفترسة التي تنتظر بفارغ الصبر وصول هؤلاء المهاجرين المنهكين لتصطاد منهم غذاءها. يشار إلى أن هذه الهجرة تبدأ سنوياً شهر يوليو وتنتهي أوائل شهر أكتوبر، ويشارك فيها أزيد من 2 مليون حيوان كل عام. وبهذا التقرير مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. نلتقينا إن شاء الله غدا وفي أمان الله. في أمان الله.